طيب 48 ساعه بالظبط وعايز الدراسه دي تكون على مكتبي. هنية ايوه اعملي فطار. حبيب قلبي يا اهلا يا اهلا، لو النبي اللي تفطر معايا حتى يبقى عيش وملح. بنتي ايه اللي جابك هنا؟ دخلت هنا ازاي؟ دخلت من الباب يا اخويا، احسن تفتكرني نطت لكم الشباك ولا حاجه. قومي يا بنت قومي، امشي يلا روح من هنا. ايدك كده ازاي تكلم مرات ابوك بالطريقه دي؟ اتري صوتك، مرات ابويا ايه؟ انت عايز تعملي مصيبه؟ ليه يا اخويا؟ مش هي دي الحياه ولا انا بتبلع عليه؟ ما تخلينيش اخدك جوزين الام يا نعمت عشان فاطمك وش. سامع يا مختار؟ ماما دي نعمت مرات ابوك التانيه، انا عرفت كل حاجه. ما تقلقيش يا ماما، انا همشيها دلوقتي واخليها تحرم تيجي هنا تاني. يلا بيت. يا سلام سلم يا اخويا، لا خش في حبي خش احسن. انت هتعمل لي فيها دكر ولا ايه؟ انا دكر عليكي وعلى الف زيك، ولو ما انكشحتيش من هنا هاتلك على نعمت. عيب كده، دي مهما كان مرات ابوك يا اخي. نعم ايه؟ ما عندكش دين؟ ماما حضرتك واعيه للكلام اللي بتقوليه ده؟ دي الحقيقه اللي لازم نعترف بيها كلنا، الست دي ليها نصيب شرعي في ابوك زي ما لينا بالظبط، وانا بقى لا يمكن اقبل ان حقها يتاكل. ما هي خدت حقها تالت ومتلم، عايزه ايه تاني؟ لا لسه نصيبي في الفيلا الحلوه الجميله دي، ونصيبي في المحل، ونصيبي في المطبخ. يا بنت مختار قلت لك عيب كده. انت مش شايفه مجاحتها؟ الست عدها العيب، حقها ولازم تاخده يا اخي. يعني اعمل لها ايه؟ اعمل لها ايه؟ اقلع لها من الحيطان واديها في عبها، ولا اخلع السلالم والترابزين تاخدهم معاها وهي مروحه؟ لا ده ولا ده. امال اشتري نصيبي واخلص مني. ونصيبك ده يطلع كام؟ انا عاوزه 5 مليون. يا اخي 5 مليون عفريت اما ينططوك ويهبدوك على الارض في وشك، دي الاصول كلها ما تزيدش عن 10 مليون بشهادة خبير. خلاص يا اخويا كل واحد حر في اللي عنده ويتمنه براحته، انا عن نفسي باقل من الرقم ده مش هبيع، واذا مش عاجبك هبيع لغيرك. انت كمان عايزه تخلي الغريب بيننا؟ بس يا مختار خلاص، نعمه مش هتبيع ولا هتشتري مننا. امال هنعمل ايه؟ هتقعد معانا هنا في الفيلا وهتاخد نصيبها اول كل شهر من المدبغه والمحل. ده ايه التخريف ده؟ تخريف؟ اخرس يا قليل ادب قطع لسانك، اوعي وقت تكون فاكر كبرت عليا. انا اسف يا ماما والله ما اقصد، بس ده مش كلام معقول برضه. دي الحقيقه اللي لازم نعترف بيها ونسلم شرع ربنا، وكفايه بقى يا اخي، كفايه غضب ربنا علينا. شفت؟ مش كنت ساعدتني احسن عشان اخد حقي من نديم بدل ما اجي واقعد على انفاسك لغايه لما اخد حقي منك انت؟ يعني لو ساعدتك يا نعمت تغوري من هنا؟ لا ده انا هتنازل لك كمان عن حقي في الفيلا والمحل والمطبخ.